صباح الخير على حضراتكم، فقرة جديدة من فقراتنا في هذا الصباح. الحقيقة التجارب الحياتية دايما بتعلم الإنسان، ممكن حاجات ما يكونش متعلمها أو عنده فكرة عنها بالأساس، لكن ممكن يبدع وممكن يكتب وممكن يكون مؤلف وممكن كمان يقدر يساعد المجتمع من خلال تجربة ذاتية. الأستاذ هاني النهاردة هو أحد التجارب الحياتية اللي شارك ابنه اللي هو من أطفال التوحد، ربنا رزقه بطفلين توأم، كان واحد منهم عنده توحد لكن هو استطاع أن هو بالتجربة وبالقراءة وباستطلاع الأمور أنه يشارك ابنه التجربة دي ويألف لنا كمان كتاب لست وحيدا سفينة نجاة في بحر التوحد. الحقيقة أنا بصيت في الكتاب سريعا كده، أعتقد أن الكتاب ده هيكون دليل وافي جدا لأي شخص ربنا رزقه بطفل من المتوحدين، وهم بالمناسبة لهم قدرات إبداعية كبيرة جدا، لهم قدرات خاصة حياتية، يمكن ربنا بينقص حاجة لكن فعلا بيزود حاجات كتير جدا جدا مكان أي حاجة بتنقص. وشايفين الفترة اللي فاتت حتى توعية المجتمع بشكل واضح بمرض التوحد والتعامل معاه خلال الفترة الماضية، قد إيه المجتمع بقى متقبلهم، قد إيه المجتمع اختلف. كنت لسه بتكلم برضو مع الأستاذ هاني، حتى الجامعات ابتدى الدمج وابتدى إن هم متواجدين في المدارس وفي الجامعات بشكل مختلف خلاف الفترة الماضية جدا. الطفل المتوحد هو طفل طبيعي جدا لكن هو عنده انطوائية شوية، يعني لازم نتعامل معاه من المنطق ان هو انطوائي شوية، مش طفل مختلف عن الأطفال الآخرين أو ناقص عنهم على الإطلاق، بيكون ده كمان فيه قدرات ذهنية أكبر، ممكن يكون عنده ذكاء أميز، ممكن يكون عنده قدرات مختلفة تماما عن الآخرين ومتفوق عنهم في بعض الحاجات بشكل واضح، ويمكن ده أنا لاحظته شخصيا وأكيد أستاذ هاني هيوضح ده. الحقيقة هي قدرات مختلفة من شخص للآخر، لازم نتقبلها ولازم نتعامل معاها ونتسع صدرنا ونعلم كمان أبنائنا لو حد معاهم في الفصل أو في المدرسة بهذا الشخص إن هم يحتووه ويحاولوا يتعاملوا معاه بشكل واضح ويحاولوا يتعاملوا معاه، عشان ده هيساعد في علاجه وهيساعد في تحسن حالته الصحية وحالته النفسية بشكل واضح جدا، وممكن كمان يعد دمجه بالمجتمع بنسبة كبيرة جدا ويخف ويكون استشفائي بنسبة كبيرة. ده اللي هنعرفه كمان مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده الأستاذ هاني زكي، مؤلف كتاب لست وحيدا سفينة نجاة في بحر التوحد. شرفنا أستاذ هاني. شرف لي. شكرا وأبدعت في المقدمة وقلت لكل الأب وكل أم عندهم تشالنج او عندهم طفل اوتيزم او طفل من ذوي الهمم، قلت اللي عايزين نقوله ان طفل التوحد او طفل الداون سندروم او طفل زارع قوقعه هو طفل عادي جدا مميز مختلف، بيختلف عننا في التفكير والتعبير وطرق القراءه وطرق التعليم وطرق الكتابه، لكن هو مش مؤذي، هو عنصر فعال في المجتمع، احنا دورنا ان احنا نتقبله وندعمه ونبقى سبورت ليه، والمجتمع يدعمنا احنا كمان كاباء وامهات عشان نكمل معاهم المسيره ونقدر نوصل بيهم لبر النجاه باذن الله. طفل التوحد طفل عادي جدا ومميز يعني. صحيح. اشكرك طبعا على كلام حضرتك. يا استاذ هاني لو بنتكلم كده بشكل عام بقى، بداية الموضوع واكتشافه ازاي؟ يعني هو طبعا معلهوش غير الداون سندروما او متلازمة الداون، بيظهر عليه شكل يعني اثار جسدية او اثار شكلية، فبالتالي بنقدر نميزه من الاول كده خالص. صح. فبيتم التعامل معاه. الطفل المتوحد هو شكله طبيعي، حقيقي بني ادم طبيعي جدا، حقيقي ومفهوش اي حاجة خالص، لكن مع مرور الوقت ومرور الايام بتبتدي تكتشف انه عنده صفات مختلفة. ايه ابرز الحاجات بقى اللي ممكن الاب والام ياخدوا بالهم منها؟ الاكتشاف المبكر ده هو سر من اسرار علاج التوحد. كل ما اكتشفنا طفل التوحد بدري واشتغلنا عليه بدري، كل ما قدرنا نوصل بيه لمرحله متطوره جدا في فتره قليله. الطفل التوحد بيبقى فيه شويه سمات كده وشويه علامات بتظهر عليه من عمر مثلا سنه ونص، مثلا تاخر في الكلام، تاخر في المشي او اختلاف المشي او رفرفه او يمشي على طراطيف صوابعه او حاجات في المهارات الذاتيه، ما بيعرفش يلبس شوز، ما بيعرفش يلبس ملابسه. فالاختلافات دي بتدينا انديكيتور كده او انطباع ان احنا لازم نتحرك ونروح لاخصائي محترف، اخصائي نفسي يقدر يشخص ولادنا عشان يحط بقى الخطه والبرنامج اللي نقدر نشتغل عليها ونقدر نوصل بيهم لحاجه كويسه. طيب انا كنا اتكلمنا طبعا قبل الفاصل وسالت حضرتك ان انت تكتب كتاب او نوصل الى كتاب متكامل الاركان بهذا الشكل، فاكيد ده نتيجه خبره حياتيه ومعايشه بشكل واضح جدا. وسالت حضرتك هل انت كنت دكتور يعني نفسي او انت متخصص في الموضوع، فانت ده سؤال مهم لازم اساله لحضرتك. ده حقيقي. هو انا موهبه الكتابه عندي من فتره كبيره، من الثانويه والجامعه كنت بكتب وبكتب شعر وكده، ولكن انس بشكر ربنا على وجوده في حياتي ان هو
نمى الموهبه دي وخلاني ابقى عنصر فعال، وخليني يعني كمان اركز مش معاه بس، اركز مع كل اطفال التوحد. احنا في مصر يمكن عندنا اكتر من 2 مليون طفل توحد، فخلاني بقى اداني يعني شويه مسؤوليه كده لكل الاطفال دي، كان انا اب ليهم كلهم، وان انا افجر الموهبه دي ان انا اكتب واعمل ريسيرش على الانترنت واحضر كورسز واحضر ورش عمل، ان انا اكتب الكتاب ده في كل مجالات الحياه عن التوحد. هي تجربه ذاتيه ودعم نفسي ودعم ذاتي، وكمان سبورت للاباء والامهات ان انا بقول لهم لا اشتغلوا ما تحبطوش، وانا الحمد لله لقيت نتيجه ثمره تعبي وتعب اهلي وامي مع انس. فلا الكتاب فيه حاجات كتير جدا، حاجات نفسيه، هو مش كتاب علمي بحت لان انا مش متخصص علمي، ولكن فيه تجربه حياتيه، والتجربه يعني خير يعني دليل وعلاج للاطفال دول، في عن العلاج السلوكي، في تاثير المساج على اولادنا، في على تجربتي مع دكاتره المخ والاعصاب، في عن السباحه والرياضه واثرها على الاطفال التوحد، في على الحاجات السوشيال وان احنا ندمجهم في المجتمع، وان انا اخرج بيه للعالم الخارجي، وان انا لا اخجل من الظروف ولا اخجل من وضع ابني، وما احبسش ابني واحبس نفسي داخل الجدران او داخل البيت، وان انا ما اتكسفش من المجتمع، وان انا لازم اوعي المجتمع ويكون ليا دور ويكون ليا اثر على الناس، وان انا اعرف ابني على الناس. ده كله ده موجود في الكتاب، والكتاب في حد ذاته مش هو الانجاز بالنسبه لي بصراحه، الانجاز اللي انا احس بيه هي الرحله اللي انا ماشي فيها مع ابني، والنتيجه اللي انا بلاقيها هو ده الانجاز بالنسبه لي. طيب سوزاني، برضو الموضوع المهم اللي بيطرح نفسه بقوه، يعني لما ربنا يرزق عيله او طفل من المتوحدين، التعامل البداية يعني بداية المعرفة أو بداية الصدمة في الموضوع، يعني هو بيخاف أو العيلة ما بيكونش عندها خلفيات أو ما كانش عندهم خلفيات عن الموضوع ده، أو سمعوا حاجات مغلوطة، معلومات كتيرة مغلوطة جدا عن الموضوع ده، بداية الموضوع أو بداية الكلمة الأولى والله ابنك متوحد، هي بتبقى صدمة. صدمة كبيرة. صدمة كبيرة طبعا. يعني بص، أنا عشان أموف أون من الصدمة دي وحرك نفسي، أنا كان في عوامل كتير جدا ساعدتني إن أنا أتخطى المرحلة دي، لكن في ناس بيفضلوا فيها سنين كتير وابنهم بيتأخر من الصدمة دي، صدمة كبيرة وتحدي مش سهل، ولكن هو ربنا بيديك القدر والاختيار وبيعينك عليه. صحيح. الفكرة والسر اللي أنا بعتبره من أهم حاجة في علاج ولادنا هنا، ان انا اغير تفكيري واغير عقلي، وان انا اتعافى بسرعه من مرحله الصدمه واتقبل ابني واخرج بيه، لكن هي صدمه ما اخبيش عليك لكل الناس. لكن السر والعلاج في ان انت تطلع من الصدمه دي بسرعه. طيب انا برضه عايز اسالك يا استاذ هاني عن انس بقى تحديدا بقى. احلى حاجه في حياتي. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. انا عندي 5 ولاد. بسم الله ما شاء الله. بس انس حاجه مختلفه. بص، احساسي انا كاب ان كل خير بيحصل لي هو في الاول من رزق ربنا، هم بركه كبيره، وبسبب انس، وربنا سترني بسبب انس ورزقني بسبب انس وخلاني اكتب وخلاني ابقى موجود مع حضرتك دلوقتي، وبشكر حضرتك طبعا، وبشكر دار سكرايب اللي هي امنت بالقضيه ونشرت الكتاب وكده. لا انس حاجه مختلفه. بص، في تحديات كتير جدا وحاجات سلوكيه بتحصل وتحدي كبير، ولكن الرحله كلها ممتعه وشيقه، صعبه وممتده وملهاش نهايه، عشان ما حدش من الاباء والامهات يقول انا هبطل شغل مع ابني امتى، او انا هصل لبر الامان امتى. لا، هي رحله لحد من قابل ربنا. طيب انا عايز اسالك عن انس بقى، عنده 11 سنه زي ما عرفت من حضرتك، هل بقى هو بقى في المدرسه، هو ليه سنه رابعه ابتدائي، هو ليه توأم طبعا. ربنا يبارك فيهم. التعامل الاخوات بقى مع بعض وهم في المدرسه في نفس السن، يعني ده في رابعه ابتدائي وده في رابعه ابتدائي، ولا الفرق بينهم؟ عبد الله في 5 وانس في سنه رابعه، دمج. فرق سنه. دمج. طيب المدرسه بقى والتعامل مع المدرسه، موضوع الدمج في المدرسه كانت احد التجارب، يعني الناس قيمتها بان هي تجربه ناجحه جدا، وفي ناس شافتها ان هي يعني فيها بعض المشكلات وبعض المعوقات. تجربه حضرتك بقى الذاتيه مع الدراسه ومع التعليم وهو في رابعه ابتدائي، ودي يعني سنه صعبه جدا في الدراسه دلوقتي تحديدا. بص، هو انس ما بيروحش المدرسه كتير، وتجربه المدارس تحديدا هي لا هقول ان هي ناجحه جدا ولا اقول ان هي فيها مشكله، انا المدارس عموما محتاجه جهد ومحتاجه اخصائيين ومحتاجه
المعرفة اللي يقدروا يتعاملوا مع أولادنا بشكل أفضل من كده. الدمج قانون موجود والدولة بتدعم ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة بشكل رهيب، ولكن محتاجين ده على أرض الواقع في المدارس. في الدمج في مدارس كتير ما بتقبلش أولادنا، دي حقيقة، في مدارس كتير ما بتعرفش، بيبقى عايزين يساعدوا أولادنا من جواهم بس ما عندهمش العلم ولا الخبرة ولا المعرفة إن هو يتعامل مع طفل توحد. فالأهالي بتتجه إن هي بتروح مراكز خاصة وبتروح المدرسة في أيام محددة وبيمتحن الولد وبيعدي كده، لكن الدمج محتاج تركيز أكتر في المدارس، محتاج الأهالي كمان تبذل مجهود مع أولادها في البيت، يحطوا الأساس، يحطوا البيز اللي احنا نشتغل عليه عشان لما يروح المدرسة ما ينتكسش، لأن الأهالي ساعات بنبقى احنا مستعجلين أدخل ابني المدرسة وهو ما عندوش الحد الأدنى من المعرفة ولا التعامل مع الناس ولا القراءة ولا الكتابة ولا أساليب المعرفة ولا إن هو يقدر يتعامل مع زمايله، فبينتكس الولد، بيحصل له صدمة وبيحصل حالات تنمر. فمحتاجين توعية في المدرسة، محتاجين القانون ده يتفعل بشكل أفضل على مدارس كتير، محتاجين كمان إحنا كأهالي ما نستعجلش، لكن مش عايز أظلم إخواته ولا أظلمه، ده ليه طريق وده ليه طريق. طريقة التعليم لأنس مختلفة خالص على طريقة التعليم لإخواته. أنس بيتعلم بطريقة معينة مع أخصائي صعوبات تعلم، بيعلمه قراءة الحروف والكلمات بشكل مختلف خالص على الطريقة النورمال اللي بيتعامل بيها إخواته والبقية الأطفال. طيب عايزين نتكلم عن التحسن بقى يا استاذ هاني، يعني امتى بقى الاسره بتحس بالتحسن او الطفل ده بيحس بالتحسن، وايه المفروض ان الاسره تعمله عشان تتعامل مع الطفل المتوحد التعامل الامثل؟ اول حاجه الاسره تعمله ان هم يسلموا بالقدر ويرضوا بيه، من اهم مراحل العلاج. انا يستحيل امشي في خطوات علاج ابني او ان انا مؤمن او واثق في قدراته إلا لو أنا تقبلته ورضيت بالوضع اللي أنا فيه وحاولت بقى أغير واشتغل عليه، تمام؟ ده أول حاجة الأسرة تعملها. ثم إن إحنا نشتغل بتكثيف وبكثافة كبيرة جدا مع الولد من عمره هو سنتين ثلاثة. الشغل في الفترة الأولانية مع الولاد بيخليهم استجابتهم أسرع وتطورهم كمان أدق وأسرع في مرحلة عمرية أقل. فمن عمر ثلاث سنين نبدأ نشتغل. احنا كنا بنشتغل مع انس في الاول 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات متواصله، يعني سواء في المركز او في البيت بنشتغل جلسات 1 تو 1، جلسات فرديه سواء انا او مامته في الفتره الاولانيه. ده اللي اثر على انس بالتحسن دلوقتي، كل ما تشتغل معاه وهو صغير كل ما تلاقي تحسن وهو كبير. تحسن في الادراك، تحسن في التعبير، تحسن في اللغه، تحسن في السلوك، تحسن في المشي، تحسن في كل مجالات الحياة، في السوشيال، في العلاقات الاجتماعية مع أخواته، في التفاعل الاجتماعي، في الألعاب الحركية، بتلاقي تحسن في كل حاجة. بشرط تتقبل وترضى وتشتغل، وكمان تروح مع مراكز بقى متخصصة، لأن احنا بيبقى ما عندناش العلم ساعات، فلازم دكتور نفسي، دكتور مخ أعصاب، علاج حسي، علاج وظيفي، كل مجالات اللي تخص التوحد. طيب كويس جدا. الأعمال الفنية كانت بتتناول الحقيقه المتوحدين او الطفل التوحد على استحياء زي ما بيقولوا، او بشكل مختلف، او حتى صوروه للمجتمع بشكل ممكن ما يكونش موجود بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم، مؤخرا كان في عمل فني كده ممتاز القى الضوء على التوحد. يمكن انا كنت شخصيا يعني بحاول ان انا اجيب اولادي ان نتفرجوا وبصوا على الموضوع عشان تبقوا فاهمين لما حد تشوفوه في المجتمع تتعاملوا معاه ازاي، تبقوا ملاحظين انه خليكم حساسين مع الاطفال المتوحدين، ما بقاش نقول له يعني ما تضغطوش عليه في حاجه. الاعمال الفنيه لها دور كبير جدا جدا بشكل واضح. هل حضرتك شفت العمل الفني الاخير ده فعلا جسد الطفل المتوحد بشكل حقيقي، ولا لسه ما زلنا محتاجين اعمال اكتر من كده ممكن تقدم الاطفال المتوحدين للمجتمع عشان نعرف نتعامل معاهم يعني؟ طيب انا اولا بشكر كل القائمين على المسلسل الاخير بتاع حلقه خاصه بتاع اللي تناول التوحد، وهو رساله دعم كبيره جدا للاباء والامهات وتوعيه للمجتمع، ووضح ان الطفل التوحد متميز ومختلف، وممكن يكون مميز في حاجات الناس العاديين مش مميزين فيها. دي اولا. ثانيا، هو الاعمال الفنيه بتبقى هي هدفها في الاول والاخير الدعم وتوصيل رساله للمجتمع. التوحد عالم كبير جدا، طيف مختلف، في كل الاطياف، في كل الشخصيات، شفره، كل طفل ليه حاله خاصه زي المسلسل كده.
ففي الناس اللي هو زي الـ كان المسلسل، وفي ناس مختلفين. الاعمال الفنيه بتجسد الحاجه الايجابيه، لكن محتاجين محتاجين عمل فني يكون شامل وكامل وفي كل جوانب الحياه، ويجسد بقى معاناه الاسره من البدايه، الدمج، المجتمع، التنمر اللي بيحصل احيانا على اطفال التوحد، يجيب الجانب الايجابي والجانب السلبي عشان المجتمع يبقى عارف يتعامل ازاي. ده صحيح. طيب عايزين نتكلم برضو عن الحب تحديدا او الاحتواء في حياه الطفل المتوحد، وهنا الاسره بيقع عليها دور كبير، واخواته كمان يعني الاخوه اذا كانوا ربنا كرم بهم يكونوا اصحاء يعني. فالحب والاحتواء وتعامل الاسره مع الطفل في حد ذاته، ازاي التعامل بقى استاذ هاني بقى تعامل الاخوات مع الطفل ده تحديدا، وكمان الاسره الموضوع ان هم يحتووه ويتحملوا كمان التصرفات ويعني يطول باله كده عليه زي ما بيقولوا يعني. الاب والام، الاب والام عليهم عامل كبير جدا. الكتاب ده فيه فصل كده اسمه العلاج بالحب. الحب ده علاج حقيقي، علاج للاطفال التوحد تحديدا يعني. الاب والام والاسره عليهم دور كبير ان هم ينشروا الحب، ويبقى في بيئه اجتماعيه مناسبه ان طفل التوحد ينشا في بيئه محبه ويحب اخواته واخواته يحبوه. وفي كتاب اصلا اسمه لغات الحب التي يستخدمها الاطفال لجاري تشابمان، انا برضو استشهدت بيه في الكتاب بتاع لست وحيدا، ان الطفل كل ما يشعر ان هو محبوب ومقدر وليه قيمه وان هو مش حاجه اقل من اخواته، كل ما بيبقى ادعى ان هو يتحسن ويبقى يتطور وان هو يتفاعل معاك بيشعر بيك. اطفالنا مش ما بيحسوش، لا بيحس بينا. ممكن ما يعرفش يعبر بالكلام، ممكن ما يعرفش يقول انا بحبك، لكن بيحسها وبيقولها بكل جوانب حياته وبكل مشاعره. فالعلاج بالحب ده هو فعلا علاج لكل اطفال التوحد، فلازم نتقبلهم وننشر ما بين اخواتهم ان هو ازاي يتعامل مع اخوه، ازاي يحتوي اخوه، ازاي يتقبل اخوه، ازاي يستحمله كمان، وازاي يتعامل معاه لو حصل حاجة سلوكية مختلفة. طيب أنا عايز أتكلم برضو عن الدرجات أستاذ هاني، درجات التوحد، هل هناك درجات مختلفة؟ هل هناك يعني حالة صعبة وحالة بسيطة، وممكن حد يتحسن من الحالة الصعبة للحالة البسيطة، أو حالة من هو كان حالته بسيطة وبقت حالته صعبة؟ يعني الدرجات اللي موجودة في حالة التوحد. التشخيصات التوحد في توحد بسيط وفي متوسط وفي شديد. ولكن أنا عايز أقول حاجة، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا ومفيش حاجة مستحيلة. احنا ما علينا الا السعي، بنسعى في كل الابواب، بنخبط على كل باب في العلاج وفي الشفاء، وربنا بيجازينا على النتيجة. توحد ممكن يكون بسيط ويقلب ليبقى صعب او شديد لو احنا اهملنا الولد، لو احنا ما اشتغلناش، لو احنا ما رحناش مراكز متخصصة، ممكن يبقى صعب او شديد او متوسط. التوحد الشديد ممكن يكون متوسط ويقل يبقى خفيف لو احنا ركزنا معاه من البداية من عمر سنتين، واشتغلنا معاه وتقبلناه وخرجنا بيه في كل جوانب المجتمع وعرفناه على الناس. فكل ما الاسره اشتغلت بشكل مكثف وبقى اشتغلت بشكل اقوى، كل ما لقت نتيجه مع طفل التوحد. فالدرجه دي ممكن تقل او تزيد على حسب الطفل نفسه والبيئه الاجتماعيه اللي هو عايش فيها، وعلى حسب العلاج اللي بياخده، وعلى حسب العلاجات الكيميائيه لو بياخد حاجه مخ واعصابه كده. طب انا عايز اسال حضرتك برضه سؤال استاذ هاني مهم جدا، يعني زي ما بقولوا اتكلم عن فكره الصدمه الاولى او المعرفه الاولى، الطريق الاول بقى يعني التحسس الاول، يعني لو يعني حد لسه عارف مثلا النهارده نقول له يعمل ايه؟ يعني ايه الدليل اللي هو لازم يمشي عليه؟ ايه الخط اللي هو لازم يمشي عليه؟ اول حاجه يعملها ايه؟ اول حاجه بعد رضاه عن قدر ربنا يروح لمتخصص محترف عنده ضمير ومهني، اخصائي نفسي او اخصائيه نفسيه، تشخص الولد عشان تقول له ده توحد او ده فرط حركه او ده تاخر لغوي او ايه الصعوبات اللي عند الولد ده. اول طريق يروح لاخصائي نفسي يشخصه، يعمل تشخيص، يعمل له خطه يشتغل عليها، وده اول طريق يعمله. طب ايه يقدر التفريق ما بين الثلاثه ازاي بقى استاذ هاني بصفتك بقى بقيت مختص كده؟ التوحد ما بين التوحد وما بين اختبار في اختبارات للتوحد بيستخدمها المتخصصين في المجال، اختبار مثلا كارز او جيليام او كده، شويه اسئله كده لاولياء الامور بناء عليها، وبيشوف طبعا الطفل قدامه بناء على الاختبار ده درجه معينه بتتحط بيقول لك ان ده توحد بسيط او توحد شديد او توحد متوسط. طيب نصيحتك بقى اللي تقدمها
للأهل في الموضوع ده تحديدا؟ نصحت لكل أب وكل أم أول حاجة يرضى بقضاء ربنا، وولادنا أحسن حاجة حصلت لنا في الحياة، وولادنا مش أقل من حد ومش مؤذيين ومميزين، وتعامل معاه عادي جدا ومارس حياتك كمان. لأن للأسف أحيانا إحنا لما بنحبط أو الأم بتحبط بتقفل على نفسها، بتضر نفسها وبتضر صحتها وبتأثر على ابنها. فلا، عيش حياتك وابنك هو مرحلة من حياتك، لكن مش كل حياتك. في إخوات تانيين، في حياتك انت، في شغلك، كمل مشوارك، ربنا هيرزقك بالنتيجة الكويسة، ربنا هيرضيك في الآخر أي ما كانت النتيجة. انت مش بتاعتك النتيجة خالص، انت ما عليك إلا السعي والشغل والجد والمجهود، وربنا هيرضيك في الآخر. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ هاني، والحقيقة استمتعت بحوار حضرتك جدا، وخدنا طاقة إيجابية كده صباحية، والأسرة كمان اللي ربنا رزقهم بطفل متوحدين. أنا بشكر أكيد حضرتك. هياخدوا جرعة من حضرتك، ويعني أكيد إن شاء الله الأمور هتمشي الفترة اللي جاية، ويحس إن الدنيا رزق من ربنا إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا، وبشكر البرنامج، وبشكر القناة إن هي أتاحت لي الفرصة، وده حاجة كويسة للأهالي، وشكرا جدا. شرفتنا يا أستاذ هاني، وربنا إن شاء الله يشفيه ويعافيه وياخد بإيده هو وجميع أبنائنا من المتوحدين. شكرا جزيلا أستاذ هاني زكي عبد المنعم، مؤلف كتاب لست وحيدا سفينة نجاة في بحر التوحد. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا حضرتك. شكرا. اسمحونا نخرج لفاصل قصير، ومن بعده موجز الأخبار مع زميلتي نجلاء الجعفري. ابقوا معنا.